ومن كلام سيد الساجدين مناجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ماجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك ومغفرتك ولا تعرني من جميل صفحك وستريك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطي أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى
إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني عفو عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبديك فليحسن العفو من عنديك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، وتعرض لمعروفك فجدت علي. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البير، يا عليما بما في السير، يا جميل السيد، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين.